نورتم. دي الحلقة الأولى من كورس القواعد المستوى الأول للمبتدئين. المقدمة دي هتسمعها في الحلقة دي بس، ومش هتسمعها في بقية الحلقات من كورس القواعد، لأن دي الحلقة الأولى وأنا عاوز أفهمك إحنا ماشيين إزاي وإيه اللي ممكن تحصله من الحلقات دي وإيه اللي مختلف ما بين كورس القواعد هنا وكورس القواعد في أي حتة تانية. خليني أقولك إن الجرامر أو القواعد هي مهارة فرعية. إحنا ما بندرسش جرامر أو قواعد عشان خاطر عاوزين نبقى قوية جدا في الجرامر وما لناش حل. إحنا بندرس جرامر عشان في النهاية لما تعمل محادثة باللغة الإنجليزية أو conversation، المحادثة يبقى فيها القليل من الأخطاء أو خالية من الأخطاء، وده هيبقى المدخل اللي إحنا هنشرح من خلاله كل القواعد. هنشرحها بطريقة مبسطة ودايما هندخلها في جمل وفي حوار عشان تطلع في نهاية كل فيديو ما فهمتش بس القاعدة، لا انت طبقتها كمان وحاولت تستخدمها في محادثة. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على البروناون او الضمائر، ده العظم، ده الاساس بتاع اللغة الانجليزية. حلقة النهاردة بالنسبة لك هي حياة او موت، فلازم تكملها للنهاية لو عندك هدف كمبتدئ انك تتكلم انجليزي كويس في يوم من الايام. الضمائر او البروناونز هي معناها ايه؟ الضمير هو بديل للاسم في اي لغة. يعني لما بقول في العربي بقول احمد هو رائع ولا بقول احمد رائع، او هو رائع لكن الاثنين ما يجوش مع بعض. في الانجليش نفس النظام، ما ينفعش اقول احمد هي از نايس، يا اما اقول احمد از نايس او يا اما احط الضمير مكان احمد واقول هي از نايس. مثال تاني، احنا مثلا بالعربي بنقول حنان هي فقيرة ولا بنقول حنان فقيرة او هي فقيرة؟ نفس النظام في الانجليش، يا اما اقول حنان is poor او she is poor، لكن ما اقولش حنان she is poor. فدي اول حاجة لازم نفهمها، الضمير بيجي مكان الاسم والعكس صحيح. عندنا بقى كم ضمير في اللغة الانجليزية او كم نوع من الضمير؟ عندنا subject pronouns ضمائر فاعل، وحنفهم يعني ايه ضمائر فاعل. Object pronouns ضمائر مفعول. عندنا possessive pronouns ضمائر ملكية، وعندنا reflexive pronouns ضمائر انعكاسية، ومش عاوزك تركز قوي في الأسماء اللي بالعربي. وعندنا كمان possessive adjectives اسمها صفات الملكية اللي هي ما تعتبرش ضمائر قوي بس أنا هشرحها معاهم. في الفيديو بتاع النهاردة هنشرح ضمائر الفاعل والمفعول لأن هما الأكثر ارتباطا ببعضهم، وفي الفيديوهات القادمة هنشرح بقية الضمائر اللي أنا اتكلمت عنها. تعال بقى نبتدي بالسبجكت pronouns. قبل ما اشرح لك يعني ضمير فاعل، وبتهيألي فاعل واضحة من اللغة العربية انه يفعل شيء، خليني بس اقولهم لك الاول. احنا عندنا ضمائر الفاعل هي I we I انا we احنا او نحن طرف اول، you انت او انتي لو انا بتحدث لأنثى، او انتم you لو انا بكلم كذا حد، وعندنا he هو لو بتكلم على طرف تالت، او she هي لو بتكلم على واحدة، او they هما بس هما للناس وللحيوانات وللاشياء لكل شيء. we it it خليني بس اركز لك عليها ثانية هنا. it في الانجليش معناها ايه؟ it معناها هو او هي لأي حاجة ما فيهاش روح، للأشياء. يعني احنا عندنا في اللغة العربية الترابيزة أنثى فبنقول هي، الكرسي مذكر فبنقول هو، لكن في اللغة الإنجليزية هم ما عندهمش التصنيفة دي مع الحاجات اللي ما فيهاش روح، هم دايما بيقولوا عليها إت. مشهور كمان إن إت للأسف احنا بنقول عليها بتستخدم مع غير العقل. ممكن حد يفهمني يعني إيه غير عقل؟ الكلمة مش واضحة، يعني واحد ما بيفكرش بعقله، أو حيوان مثلا، ده حتى الحيوانات فيها عقل أو بتفكر بعقلها. عشان كده الحيوان لو أنت تعرف إذا كان مذكر أو مؤنث فمش محتاج خالص تستخدم إت. لو الكلب بتاعك مذكر بتقول شي هي أنا آسف، ولو مؤنث بتقول هي، وهكذا. فلو تعرف الحيوان إذا كان مذكر ولا مؤنث استخدم إت عادي خالص، لكن إت تستخدم في الأساس مع الأشياء، أي حاجة ما فيهاش روح، والحيوانات لو ما كنتش عارف جنسها إذا كانت مذكر أو مؤنث. كده خدنا معنى الضمائر. ما تيجي ناخد أمثلة مع بعض عشان نفهم أكتر. تعال بقى ندخل كل الضمائر دي في جمل عشان نفهم معناها. أول جملة معانا أنا أحب
إسراء. I أنا أكيد أنا الفعل، أنا اللي بحب. Love فعل وإسراء. مثال كمان، نحن نقتل الأبرياء. نحن we إحنا kill the innocents. The innocents يعني الأبرياء. مثال كمان، أنت أو أنتي أو أنتم، حسب أنت بتكلم مين. إحنا اتفقنا أن you ثلاث حاجات، أنتم أنهيتم واجبكم، فإما نقول you finished the homework. You finished the homework. طيب مثال كمان، هو أحدث أو تسبب في يعني العديد من المشاكل. He caused many problems. He caused many problems. طيب very good. آخر مثال معنا، She is laughing a lot. يعني هي بتضحك كثيرا. هنا فعل. خلينا أزود لك مثالين كمان على it. مثلا لو أنا بتكلم على العربية بتاعتي، وانت عارف ان انا بتكلم على العربية بتاعتي، العربية حاجة ما فيهاش روح، فلازم مش لازم اقول حاجة تانية غير يا اما the car العربية، او لو هشيلها احط ضمير it. It has a turbo، يعني العربية فيها turbo. turbo ده حاجة في السرعة، بتزود سرعة العربية، او في الانجن حاجة في المحرك يعني. It has a turbo. تمام. طيب اخر مثال معنا، لدي هما بيعملوا اخطاء. they make mistakes. They make mistakes. يلا ناخد بقى exercise أو تمرين مع بعض على اللي احنا شرحناه لحد دلوقتي. المطلوب منك في التمرين دوت إنك كل ما تشوف اسم تشيله وتحط ضمير. سهلة جدا. يلا بينا نبتدي بأول جملة. أحمد plays soccer. يعني أحمد يلعب كرة القدم. أنا عاوزك تشيل أحمد. هنحط ضمير إيه مكانه؟ He perfect. Very good. هو يلعب كرة القدم. المثال الثاني، محمود and أحمد play soccer. محمود وأحمد بيلعبوا كرة. طب عاوزين نشيل محمود وأحمد، ها نحط ايه مكانهم؟ very good. they هما they play soccer. إسراء helps everyone. إسراء معنا في كل مثال ما شاء الله. إسراء helps everyone. عاوزين نشيل إسراء، هنحط مكانها ايه؟ she. very good. she helps everyone. المثال اللي بعده، محمود and I have a car. محمود وانا عندنا عربية. نحط ايه؟ فكر معايا. we have a car. احنا عندنا عربية. المثال اللي بعد كده، the dog died. الكلب مات. ها نشيل الكلب ونحط ايه؟ it. ليه؟ عشان خاطر انا معرفش جنسه، معرفش اذا كان هو مذكر ولا مؤنث، فهنقول ساعتها it died. it مرة تانية مع الاشياء والحيوانات لو ما تعرفش جنسها، لكن لو تعرف جنسها خلاص هنحط هي وشي عادي خالص. اوكي طيب كده احنا خلصنا ضماير الفاعل وخدنا عليها تمرين. تعالى بقى نخش على ضماير المفعول او الobject pronouns. خلينا ناخدهم مع بعض برضو قبل ما نشرحهم وناخد عليهم جمل او exercise. I بتبقى me. we us. you بتفضل زي ما هي في المفعول. him her مش here. her جاي من she. we it برضو بتفضل زي ما هي. وthey بتبقى them. طيب عاوزين نفهم يعني ايه ضمير مفعول. المعنى شارح نفسه بمنتهى البساطة. انا لما اضرب زي ما اضرب، انا لما اشتم زي ما اشتم، من هنا جه الفرق. فضمير المفعول بتيجي لما انت بيتعمل فيك حاجة، لما الحدث او الاكشن بيقع عليك انت، ما بتبقاش انت صاحب الحدث. تعالى بقى ناخد امثلة مع بعض عشان نفهم اكتر ضمير المفعول. اول مثال معانا، فاكر لما قلت انا بحب اسراء، I love اسراء، عاوزين نعكسها بقى. عاوز اقول ان اسراء هي اللي بتحبني، فانا واقع عليها الحدث، فهقول اسراء loves. ها me ولا I؟ no me. اسراء loves me. اسراء بتحبني. فاكر
في المثال بتاع ضمائر الفعل لما قلنا احنا قتلنا الابرياء we killed the innocents، هنا بقى احنا عاوزين نعكسها، عاوزين نقول الابرياء هم اللي قتلونا، قتلونا احنا، فاحنا بقينا مفعول، هنقول the innocents killed us. طيب خلينا اديك مثال تاني، لما احب اقول مثلا علي اهانني، يهين يعني insult، اوكي، فهقول علي هو الفاعل insulted او اهانك، بلاش اهانني، فهقول علي insulted you. طيب لو انا عاوز اقول انت او انتي او انتم، لان يو حسب السياق، عاوز اقول انت اهانت علي، فهقول you insulted علي. خد بالك ان you نفس الشكل في الفاعل وفي المفعول. طيب امثلة اخرى، عاوز اقول مثلا السيارة، وحاول تترجم معايا، السيارة خبطتها، اوكي، فهقول بالانجلش the car hit، ها she، لا she فاعل، مش هي اتخبطت فهي مفعول، لازم اشيل she واحط ايه، ها بص على الجدول her، the car hit her. طيب عاوز اقول محمود خدعه، هقول محمود ها deceived، انا بفترض انك عارف افعال محمود deceived، ها he ولا him، مش هو اللي اتخدع، ومحمود يبقى محمود فاعل وهم مفعول، محمود deceived him. طيب عاوز اقول انا اخذت المال مثلا، بس انا عاوز اشيل المال واحط مكانه ضمير، الضمير نحطه مكانه ايه، it، لانها حاجة ما فيهاش روح، فهقول I took it، I took it، او انا مثلا اخذت سيجارة من زميلي، فبرضه مش هحط سيجاريت، هحط الضمير اللي هو it، I took it. طيب احنا ساعدناهم، فكر فيها كده، ها we helped them، احنا ساعدناهم. طيب تعال بقى ناخد جمل، بعض الجمل الاخرى اللي فيها فاعل ومفعول الاثنين مع بعض، وحاول تترجم معايا عشان ده يعتبر اكسرسايز او تمرين شامل الاثنين. طيب اول مثال او اكسرسايز معانا، هما جرحوني، خلينا نحط فعل جرح في النص وهو hurt عشان انت ما تعرفوش، هنحط قبل hurt ايه وهنحط بعد hurt ايه. طيب شوف فين الفاعل وفين المفعول الاول، الفاعل هما، فهنقول they، هما بمعنى they، very good. طيب مين اللي جرح، مين اللي مظلوم في الليلة دي، انا، فهقول they hurt I، لا هجيب me اللي هو ضمير المفعول بتاع I، هيبقى they hurt me، هم جرحوني. طيب كمان جملة، هم جرحونا. طيب حاول تفكر فيها كده، ونفس الفعل هو hurt هنحطه في النص، هنشوف بقى فين الفعل، يعني مين اللي جرح ومين اللي اتنال على عينه واتجرح، انا اسف يعني انا بحاول هزر، فكر فيها. Very good. They الفاعل هم، we المفعول هنا، ها جرحونا، احنا ها جرحونا احنا، we بس في المفعول، ها ما تغلطش الغلطة، المفعول بتاع we us، they hurt us. Very good. طيب انا طلقتها، طلق يعني divorced، ها انا يعني ايه، I وهي الفاعل، هتجيب للفعل. طب طلقتها، ها هي، ها هي يعني بالانجلش she، المفعول بتاعها her، I divorced her. Very good، لان هي اللي وقع عليها الحدث. طيب احنا ساعدناهم، ها هنفكر في دي اسرع شباب من غير مفصل، we help او نحن نساعدهم، we help them. Very good. اللي بعده، انت بتخونه، ها فكر فيها، انت you ضمير فاعل، يخون betray، ويخونه هو ها هي هتبقى him. Very good. كده احنا نعتبر خلصنا الحلقة، في جزء صغير بس عاوز اشرحه على ضماير المفعول، لانها بتيجي برضو بعد حاجة في اللغة الانجليزية اسمها حروف الجر. يلا بينا. في اللغة الانجليزية في حاجة اسمها حروف الجر، زي عندنا في اللغة العربية الى، مع، من، بعد حروف الجر ديت لازم يجي ضمير المفعول، ما ينفعش انك تجيب ضمير فاعل. خلينا نديك مثال، talk
to, talk to يعني يتحدث إلى. talk to يتحدث إلى. فأنا مثلا لو عاوز أقول بالإنجليش يتحدث إليه أو أنا أتحدث إليه I talk to ها. ما تجيبش he إليه هو هات him بعد حرف الجر. طيب we talk to her نحن نتحدث إليها they talk to me هم يتحدثون إلي you talk to us أنت تتحدث إلينا. طيب حرف جر تاني مع عاوز أقول مثلا بالإنجليزية الفلوس أو الأموال معنا هقول the money is with us معنا مش هقول بقى معنا إحنا هجيب ضمير المفعول بتعويل هو us very good the money is with him الأموال معه the money is with you الأموال معك أو معك أو معكم the money is with them الأموال معهم. الجزء الأخير من الحلقة وهيبقى الجزء الأخير من كل حلقة هو الجزء الخاص بالهوم وورك أو الواجب هسيب لك كلمات أو جمل أنا آسف تترجمها فيها ضمائر والإجابات الصحيحة هتبقى في أول تعليق في الحلقة التانية استنونا وشكرا وما تنساش تي سبسكرايب لو عجبتك الفيديوهات يعني اعمل اشتراك واعمل لايك. Thank you and wish you all the best.